من أمام شاطئ كاشستو المعروف في مدينة طرابزون. مشروعنا اليوم مشروع مميز في منطقة يمرة. المشروع عبارة عن 9 أبراج سكنية إطلالتها المميزة على شاطئ كاشستو المعروف. المشروع زي ما قلت لكم عبارة عن 9 أبراج سكنية في عدد جيد من الوحدات السكنية، وإطلالة الشقة اللي بنصورها اليوم إطلالة مميزة على البحر. من الخدمات اللي موجودة في المجمع مسبح، صالة فتنس مفتوح، بالإضافة إلى ألعاب رياضية وألعاب أطفال، وأيضا كاميرات مراقبة وجوفن ليك اللي هو السيكوريتي 24 ساعة على مدار الأسبوع. وما ننسى أيضا المواقف المغلقة، وموجود أيضا داخل المجمع سوبر ماركت وجامع أيضا قريب من المجمع. والشيء المميز أنه قريب أيضا من جواهر مول اللي هو فندق نوفوتيل، اللي هو أنا حاليا متواجد في شاطئ كاشستو خلف فندق نوفوتيل. الأشياء المميزة في المنطقة جواهر مول، بالإضافة إلى فنادق المميزة والسياحية، وأيضا المطار قريب أيضا من الموقع تقريبا 5 دقائق، بالإضافة إلى مول الفورم والميدان أيضا. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع. وصلنا الدور العاشر، شقة 3 غرف صالة مساحتها 150 متر مربع. مدخل الشقة من هنا. في كل دور موجود شقتين أمامية وشقة خلفية. يمينا على طول هنا عندنا المنطقة اللي نقدر نحط فيها الدولاب خاص بالأحذية والعبايات، وعندنا الأنترفون ومفتاح الكهرباء. يمينا على طول عندنا دورة المياه الأولى بنظام أرضي. مقابل دورة المياه يسارنا على طول نتوجه إلى الصالة. زي ما تشايفين مساحة الصالة 30 متر مربع، موجودة التدفئة المركزية في الصالة، والواجهة الأمامية إطلالتها على البحر. إطلالة رائعة جدا على البحر وعلى المدينة. وفي مخرج آخر للبلكونة من هنا. البلكونة هذه مشتركة بين الصالة والمطبخ، وفي غرفة أولى. البلكونة جاية على شكل L زي ما انتم شايفين. مساحتها أقدر أقول 6 في 2 متر المنطقة هذه، وعندنا المنطقة هذه عندنا تقريبا 3 أمتار لها مخرج الثالث للبلكونة. إطلالتها جاية إطلالة بانورامية على المدينة وعلى البحر أيضا. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نتوجه إلى المطبخ من جهة البلكونة. تعال نشوف تفاصيل المطبخ. الألوان جاية من تحت أسود ومن فوق أبيض. مكان خاص للشفاط، وعندنا هنا الفرن والعيون الغاز، وعندنا منطقة خاصة بغسالة الصحون. المطبخ جاي على شكل L، وفي منطقة هنا نقدر نحط فيها دولاب إضافي لو نرغب، أو طاولة صغيرة. وعندنا منطقة الثلاجة، منطقة مخصصة للثلاجة. نطلع من المطبخ نشوف تفاصيل باقي الشقة. تفضلوا. المنطقة اللي أنا فيها منطقة الكوريدور، مدخل الشقة من هنا، يسارنا الصالة، المطبخ، هذه الغرفة الأولى. الغرفة هذه مساحتها 3 في 3.5، والمخرج اللي قلنا لكم للبلكونة من الغرفة هذه. فالبلكونة مشتركة بين المطبخ والغرفة هذه والصالة. عندنا مقابلها الغرفة الثانية، مساحة الغرفتين تقريبا زي بعض، 3 في 3.5 تقريبا. مقابل الغرفة الثانية عندنا دورة المياه الرئيسية، مكان خاص بالسخان والغسالة الملابس.
دولاب المغسلة بالإضافة إلى الكلوزيت، وعندنا مروش بنظام جاكوزي. التدفئة أيضا موجودة في دورات المياه. نيجي أخيرا على غرفة الماستر. وصلنا غرفة النوم الرئيسية الماستر، مساحتها 4×6 مساحتها، موجود فيها التدفئة المركزية وإطلالتها من الجهة الجانبية على المجمع. كمساحة غرفة النوم جيدة يكفي سرير ودولاب وملحقات غرفة النوم. وغرفة النوم الرئيسية الماستر لها دورة مياه خاصة فيها، موجود فيه مروش ومغسلة. كذا أعطيناكم تفاصيل كاملة عن شقة 3 غرف صالة في مجمع سفير الدور العاشر، مساحتها 160 متر مربع. أرجو أن يكون الفيديو نال إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو أن يكون المحتوى عجبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.